بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتكم. لو حضرتك داخل في مجال البيوت المحمية جديد، ولو حضرتك داخل في دولة جديد، مسافر دولة جديد، تمام، وسألت على أصناف الخيار، أعتقد أن كل اللي موجودين أو شركات البذور بتمدح في الأصناف بتاعتها، وإحنا بصراحة ربنا يعني لسه ما وصلناش لثقافة أن إحنا بنقول والله عيوب الصنف بتاعنا ده هو إيه، تمام، إلا من رحم ربي، في ناس أكيد طبعا محترمة، تمام. فإذا كنت أنت في الحالتين ده هم عايز تختار صنف خيار كويس، فتعمل إيه؟ بيحكمني في الآخر حاجتين يا جماعة بالنسبة لي أي منتج. أول حاجة التوتال ييلد عندي، المحصول الكلي، وعندي حاجة تانية بيسموها الكواليتي أو الجودة. لو عندي المحصول الكلي عندي كويس ممتاز، إنتاجية كويسة بالنسبة للنبات أو بالنسبة للمتر المربع أيا كان، احسبها زي ما تحسبها، أو إنك أنت يكون والجودة عندك تكون كويسة، تمام. الجودة عندي إن الخيارة بتاعتي في أصناف خيار تلاقيها يعني مكلكعة كده تخينة، في خيار بتلاقيها مسحوبة كده وكويسة في التسويق، في لون أزرق كاتم، في لون يعني أخضر الخضار الكويس كده، يعني على حسب، تمام. دي الجودة بتاعت في صلابة في الثمرة، ثمرة صلبة شوية، يعني حاجات بنشوفها يعني كلنا، تمام. والمحصول في الآخر بيكون شكله إيه، تمام. فأنت عشان ما تتعبش نفسك مع أي حد وما تزعلش أي حد، يبقى هيلب يور سيلف، اخدم نفسك بنفسك. يبقى هتعمل ايه؟ هتيجي عندك لو عندك 5 أقواس سي البيت دهوت، هتيجي وجايب الـ5 أصناف الموجودين على طاولة المفاوضات، وهتجيبهم وهتزرع في كل قز دهوت، تيجي في النص نهون وتزرع، تمام. انا لو عندي 6 مصاطب هزرع المصطبتين اللي في النص الصنف ده، وهروح تاني في القوس التاني المصطبتين اللي في النص الصنف ده، وهكذا، واحط عليهم يافطة كده. والصورة اللي نازلة ديت لحضرتك انا هون وبقيم الأصناف في قلب المملكة العربية السعودية، تمام. وبتشوف في الآخر الخطين دول الجامعة دي جابوا قد إيه، بتعمل لك إكسلاية كده على جهاز الكمبيوتر بتاعك، أو بتكتب في ورقة، وفي الآخر بتحسب القصة عندك كانت شكلها إيه، وبناء عليه بتقيم الأصناف بتاعتك من حيث الجودة ومن حيث المحصول الكلي بتاعك وصل لحد فين، تمام. ودول اللي هم بيميزوا أي صنف. بيميز لي برضو أي صنف فيهم الحساسية للأمراض يا جماعة. قد يكون صنف إنتاجه غزير، ولكن ممكن يكون حساس البياض الزغبي مثلا، أو يكون حساس البياض الدقيقي، ماشي، وخصوصا في مارس، تمام، وإبريل، دول بيبقوا أكتر شهرين في البياض الدقيقي. البياض الزغبي دايما هيجيلك في الشتاء لما بندفي أكتر والبيوت بتعرق والرطوبة بتزيد، هيجيلك، فتبقى عينك على الصنف من ناحية الحساسية للأمراض. بالنسبة لي أيا كانت الأمراض اللي موجودة فيه، بالنسبة للاستمرارية بتاعت الصنف يا جماعة، في صنف في المملكة السعودية بيدي كويس، بس مشكلته أنه هو بيرمي الشوية اللي فيه مرة واحدة، فالرمي مرة واحدة ده هو لو يعني بيكون قاب قوسين أو أدنى، يعني يا حلو يا وحش. ليه؟ لو الأسعار عندك كويسة هو رمى في وقت واحد بتلاقيه ممتاز، بدون ما بذكر طبعا أي أصناف لحد عشان ما حدش يرفع علي قضية بس، تمام. و بس طبعا لو واحد سألنا على الخاص هقول الحقيقة يعني بصراحة يعني، تمام. والصنف ده بيرمي مرة واحدة، يعني هو رمي كويس، هو صيفي وأكيد عرفته طبعا من التلميح. الصنف مشكلته بيرمي مرة واحدة، فما فيش استمرارية فيه. لو جاني موجة أسعار عالية طبعا ده ممتاز جدا، ولو جات لي موجة أسعار سيئة ده برضه هيبقى ليه العيوب بتاعته، تمام. الاستمرارية المقاومته للأمراض، وفي حاجات بتنعكس على الصنف يا جماعة. يعني أنا لو شفت اللون الورقة محض حاضر كده، تمام، المساحة بتاعت الورقة كويسة جدا، النبات الساق بتاعه كويس جدا اهو، تمام، التفريعات فيه كويسة، يعني أعتقد فيه حاجة ملطي اهي، تمام، أنا شايف ملطي اهو، تمام، شايف ملطي اهو ما شاء الله كويس، مع ان لسه ما جمعش، يعني دي حاجه لسه بيقول يعني وما حكمناش عليه، ولكن يعني الـ 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 الشكل العام، اللون، النبات، الساق بتاعه،
القطر بتاعها عامل ايه، مساحة الورقة عندك عاملة ايه، السلميات الطول بتاعها بتستجيب للنهار، لو النهار عندي طويل هل بتجري معايا ولا ايه. طبعا دي حاجات احنا بنحكمها بالمعاملات الزراعية غصب عنها، هي مسيرة وليست مخيرة، انا احكمها ومشيها زي ما انا عايز، ولكن برضو تحت نفس الظروف اعتقد ان في حاجات هتبقى سلمياتها طويلة، زي في الطماطم. الطماطم في عندنا اصناف بطبيعة السلمياتها قصيرة، وفي اصناف بتسرح معاك ما شاء الله كده، مهما كنت انت حكيم عليها بتلاقي السلميات بتاعتها بتطول. تمام، معنى السلميات طولت يعني ان انا هاخد محصول قليل. تمام، دي حاجات تحطها في دماغك، ما مش بقولك ما تثقش في حد، بس خليك في الامان، وخد خمس اصناف او 10 اصناف اللي بيقولوا عليهم، ومش هتغرم حاجه لو انك زرعتهم كلهم كده وحطيت اليوفط وابتديت يوفط، ده صنف كذا وده صنف كذا وده صنف كذا، زي ما بنعمل في تقييم الاصناف في تجربه دكتوراه والماجستير من الجماعه الاكاديميين، فبتلاقي فيها الثقافه دهي. فايه ليه احنا ما بنطبقش الثقافه ديت علينا احنا في المزارع؟ طبقها كراجل يعني المفروض تكون بروفيشنال في العمل بتاعك، فتجيب الخمس اصناف او ست اصناف عشان ما تضحكش عليك. تمام، وتبدا تزرعهم وتبدا تقيم كل صنف، وفي الاخر انت بتشوف كل صنف وبتحط المميزات والعيوب بتاعته، وبتحاول تنتقي منهم صنف او صنفين تبدا تزرعه. ممكن تكرر التجربة للسنة الثانية، ممكن تكررها كمان سنة، ربما تكون ظلمت صنف او ربما الظروف، بس انت زرع تحت نفس الظروف. يعني ما اعتقدش، يعني لو في صنف في مشكلة اعتقد المشكلة هتبقى ظاهرة على الكل. لو في حرارة عالية في البيت ده هتبقى على كل الاصناف، لو في رطوبة عالية على البيت ده هتبقى في كل الاصناف، لو في سوء تغذية هيبقى في كل الاصناف، لو فيه الاملاح هتبقى على كل الاصناف. يبقى بنقول the best results، افضل النتائج under the same condition، تحت نفس الظروف، يبقى الامور بتاعتك زي الفل وانت راجل تمام، بتختار الصنف بتاعك بكل اريحية وتحطه في بطنك زي ما بقوله بطيخة صيفي. ده اللي حبيت اقوله عشان المهندس الصغير ما يتظلمش، علشان المزارع الجديد او المهندس اللي داخل الجديد المجال الجديد ما يتظلمش، عشان الراجل اللي رايح دولة جديدة ما يتظلمش، وفي الاخر عشان ما تصدقش حد في كل اللي بيقوله. تمام، مش سوء نية، بالعكس ده وفي الاخر قول بكل صدق اللي انت طلعت او النتيجة اللي انت طلعت بها من التجربة بتاعتك، قولها بكل صدق. تمام، نعم ما تسيحش، انا مش عايزك تقول للدنيا بحالها الصنف ده بيه كذا، لا، انت بينك وبين الراجل اللي جاي يقول والله صنفك فيه كذا 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 كذا، الصنف بتاعك محمود في كذا 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 كذا، والصنف بتاعك مذموم في كذا 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 كذا، الصنف بتاعك تقييمه النص النص، محدش يقدر يتكلم معاك ولا حد هيقدر. ليه؟ لانك انت بتتكلم في اصول شغل، وبتتكلم من واقع علمي قوي جدا جدا جدا، يعني انت بتتكلم من واقع علمي كويس جدا جدا جدا، فده ما بتزعلش حد، وفي نفس الوقت بتأمن نفسك من انك انت تظلم نفسك مع صنف من الاصناف قد يكون من وجهة نظر الشركة اللي هي طرحها في الاسواق كويس، ولكن من وجهة نظرك انت كمزارع او كمهندس او كراجل متمرس يعني في القصة دي مش كويس. بشكر حضراتكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتجربوا التجربة من واقع التجربة اللي انا عايشها دهيت، والصور في المملكة السعودية، والبيت اللي انا فيه ده هو برضو في اصناف. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.